انا مثلا كنظري انه ما اتوقعش انه توصل لحرب عالميه ثالثه، لانه امريكا يعني بهمها اقتصادها وهي مش شجاعه لدرجه ترجع تخوض حرب عالميه ثالثه. اصلا حاليا في الحرب اللي شغاله الحين احنا راح نتاثر اقتصاديا، لانه تعتبر روسيا من اول الدول المصدره للغاز، اوكرانيا من الدول المصدره للقمح. اذا صارت هيك حرب بين الدول المحالفه لاوكرانيا والدول وحلفاء روسيا، ممكن ياثر على المنطقه اللي احنا فيها ومنطقه الوطن العربي او فلسطين بالذات. زمان ايام الفرس والروم كانت قوه واحده، طلعت لها القوه الثانيه اللي هي الروم، فهبطت الدولتين وطلعت الدولة الإسلامية. فأنا شايف حاليا أنه التاريخ بعيد نفسه، هي فقط سياسة دولية بين الدول لحتى يحصلوا اللي بدهم إياه، كل واحد بده المطالب اللي راح يحققها. يعني روسيا قاعدة بتدور مثلا على ميناء بحري لإلها. هلأ شو اللي ممكن يأثر علينا كفلسطين؟ أنه ممكن إذا جد قامت حرب عالمية ثالثة، ممكن هذا الإشي يلهي أمريكا عن دعمها لإسرائيل، وهون يصير يعني تداعيات من هون ومن هون يساعدنا على التحرير. يعني عندك قوتين بتطلع بالعالم، فاحتمال انه بسام جرار يكون يعني على صواب، وان شاء الله يا رب يعني وتطلع الدولة الإسلامية ونتحرر ونخلص منهم كلهم.